والله إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على ما حصل لإخواننا في تركيا وسوريا ولبنان لمحزونون مما حصل من الزلزال. يا ربي فرج كرب المكروبين، وسلم المسلمين، سلم عبادك المؤمنين، ارحمهم فأنت أرحم الراحمين. شو رحمتنا نحن؟ أنت أرحم الراحمين، لكن هنالك حكم غابت عنا لا نعلمها. أنت الحكيم يا رب، والمسلم كل حياته خير، إن عاش يحيا مسلما وإن مات يموت مسلما. وهؤلاء اعتبرهم النبي صلى الله عليه وسلم شهداء، بل أحياء عند ربهم يرزقون. لأن الهدم يا أحبابنا شهيد، من مات في الهدم فهو شهيد. نسأل الله أن يجعلهم مع سيد الشهداء، مع سيدنا الحمزة. نسأل الله أن يلهم أهلهم الصبر، نسأل الله أن يشافي الجرحى، نسأل الله أن يعين إخواننا على إخراج من هم تحت الأنقاض. يا رب يا رب فرج عن المسلمين. والله إن القلب يعتصر ألما، ولا نؤاخذ على ألم القلب، ولا نؤاخذ على دمع العين، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم فرج كرب إخواننا، اللهم كن لهم، اللهم صبر الأهالي، اللهم أعنهم، اللهم اسكب في قلوبنا وقلوبهم الرضا يا رب العالمين. يوم حزين، يوم حزين، لكن الحمد لله رب العالمين. نحن نعلم أن المؤمن ينتقل من دنيا صغيرة إلى حياة عظيمة واسعة باقية، لذلك هذا الذي يصبرنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله يا أحبابنا، أمور كثير مخفية عنا، ما بنعرف الحكم، والله ما بنعرف الحكم. سبحان الله، هلا يمكن الناس اللي بالعمارات عم يحسدوا الناس اللي بالمخيمات، والناس اللي بالمخيمات عم يقولوا الحمد لله ما كنا بالعمارات رغم الشتاء والثلج والموت والصعوبات. يا رب فرج عن المسلمين، يا الله فرج عن عبادك المؤمنين، ارحمهم، انت ارحم الراحمين، عاملنا بلطفك واحسانك، ولكن عافيتك هي اوسع لنا. اللهم لا تهلكنا بعذابك، اللهم سلمنا وسلم عبادك، إنك أنت السميع العليم. الحمد لله يا أحباب، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. إنا لله وإنا إليه راجعون.